افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة صباح اليوم الاثنين الحديقة الجيولوجية في منطقة بحيص. في إطار دعم سموه الدائم والمستمر لكافة ما يتعلق بالمشاريع الأثرية والسياحية في إمارة الشارقة، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة يرافقه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وسعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. افتتح سموه في المنطقة الوسطى وتحديدا في المدام بإمارة الشارقة الحديقة الجيولوجية في منطقة بحيص، عقب وصول صاحب السمو حاكم الشارقة إلى موقع الافتتاح تمت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بالافتتاح الرسمي. ثم تجول صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور في أقسام الحديقة الجيولوجية مطلعا على ما تضمه من معالم وأحفوريات، كما استمع سموه إلى نبذة عن كيفية تشكل إمارة الشارقة عبر مختلف العصور الجيولوجية. وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور فيلما وثائقيا بعنوان كنز الشارقة التراثي، سلط الضوء على ما تعرضت له الشارقة من عوامل جيولوجية على مدار العصور شكلت جبالها وسهولها وبحارها. بدورهم قدم عدد من طلبة المدارس أمام صاحب السمو حاكم الشارقة نبذة عن الأحفوريات المتحجرة التي تشكلت على مدى ملايين السنين. وتحول مشهد جبل بحيص عبر الممشى الجيولوجي إلى هذا المنظر الذي نراه اليوم، إذ لم يكن في السابق على هذا النحو في الهواء الطلق، ليمتد من جبال الحجر شرقا إلى كثبان الرمال غربا. وتضم المنطقة صخورا يتجاوز عمرها 93 مليون سنة نشأت في أعماق الكوكب، وكانت ذات يوم جزءا من لوح محيطي انبثق من الأعماق ليستقر فوق الجزيرة العربية. كما يضم أيضا صخورا سوداء ضخمة بحجم الجلمود مصفوفة في رصيص أحمر لتروي قصة انبثاق الأوفيولايت وتعرضه للتعرية والتجريف طوال 76 إلى 68 مليون سنة. الآن هذا الشكل بجبال الحجر شكلها مثل الهلال، الحفر اللي تركته موجود أبيض، تشوفونه في الخرائط تشوفونه أبيض. أنا بعثت ناس هنا يجيبوا لي الصخور الموجودة، فما وجدت يعني الصخور، يعني طبعا شوي مشكلة إنك ترسل ناس يبحثون في بلد آخر يعني، فجبت المادة من هناك وجبت من كل مكان أحلل على أساس أنا، وأخذت من جبال خرفكان من المناطق عشان أخارج ما توفقت يعني، لكن هو هكذا الجزيرة لما خبطت رجعت، رجعتها ولما خبطت هذا وقع عليها في رجوعها هي جت هنا. لأن الآن نحن لو ندفع بشبه الجزيرة نركبها في هذا الحفر في الساحل الفارسي يطلع المكان الخلع قبالنا على طول يعني بالشكل هذا. وطبعا قصص يعني كيف جت الجزيرة، شبه الجزيرة يعني هذه جت من جنوب من عند من قشقر، هي صفيحة اليرة الهندية، فالهندية جت بسرعة ومن سرعتها خبطت في الساحل وكشطت الساحل ودفعت في جبالها ملايين. الآن شبه الجزيرة الهندية هي انتصارها البر الأصلي، خط موجود كله زلازل أي فاصل وما زالت تدفع إلى اليوم. لكن لما نروح نحن فيما كشطته من الأرض الأصلية نروح في الجبال نلاقي في أحافير أسماك، أحافير أواقع أو أخذتنا من الساحل ودتها هناك. العجيب هناك أن ملح فيه، فيقال هذا ملح جبال هملايا موجود في السوق الآن، وهو فيه لون أحمر برمزي، هذه ألوان القواقع
اللي موجودة في البحر أعطت هذا اللون. وهاي حكاية البحرية ملتصقة هي الصفيحة العربية وتعمل لنا مشاكل. قبل كم من سنة لما حصلت زلازل هنا وما عرفوا كيف يقولون كذا، أنا دخلت في البث المباشر وأنا عندي معلومات يعني وأبحث في هذه الأشياء، فدخلت وقلت يعني قلت هذا احتكاك صفيحتين مع بعض هكذا. ففي هذه كسرت الصفيحة الهندية مش العربية وطلعت جزيرة، هذا من طالع من تحت البحر. لكن جزيرتنا نحن هذه جت بطريقة غريبة، الجزء هذا كان غاطس في البحر وهي جاية وتمشي لفت 3 مرات في الطريق، كم يمكن ملايين السنين عشان توصل. ولذلك هذه الأحافية تكونت لما كانت هذه تحت هكذا، ليس الماء جاهز، لا لا، هي الجزيرة كانت هكذا غاطسة وتلف ما على الشبه الشمالي طالع وتلف، ولفتها من يمين إلى شمال وثلاث لفات لحد ما خبطت هنا. فهذه يعني التكوينات. طيب وقلنا أن هذه جبال الحجر، وأن هذه منقولة من جبال زاكروس في الخبطة اللي حصلت، مكانها حين معروف وموجود دراسات عنها. لكن نحن نشوف الآن طيب إيش جاب الرمل هذا هنا؟ هذا الحين من الجبال إلى نوصل هنا سهل، نفس الشيء كان من هذه الجبال إلى البحر سهل. الآن نحن لما نمشي في الطريق كل مرة نشوف رقعة أرض بعدين كثبان بعدين أرض، لا هي كلها أرض متصلة من هذا المكان إلى البحر وفيها مجاري وديان تصب، وكل الخيران الموجودة خوشارجي دبي مشار هذه كلها مصبات أنهر كان الماء يجري فيها. طب شو حكاية هذا الرمل هذا وشو جابه؟ نرجع إلى قوم عاد. قوم عاد عاد أنذر قومه بالأحقاف. طيب ما هي الأحقاف؟ تلال جبال كبيرة من رمل متحجر. الله سبحانه وتعالى فكك هذا الرمل، وبعد ما فكك كله قضى عليه وقضى على مدينتهم مدنهم يعني، وغطاها وبريح يعني ريح شديدة. هذه الريح تحاكيها إلى اليوم رياح السهيلي تحاكي أصلها. شوفونا يوم تجي جايبة بعض التراب من هنا. طبعاً قبل أول ما جت جابت هذا كل منقول. الآن هاي الرمال تسمى سوافي، أي سوافي يعني منقولة على مراحل يعني. ولذلك أنا عملت تجربة وجيت أحفر في هذه الكثبان ووجدت استمرارية الرقعة هذه الموجودة تحت الرمال، وحتى في أعشاب تحت يعني مثل متحجرة هي نفسها مغطيها بالتراب يعني. وحكاية يعني مش قليلة يعني، لكن واحد يعني لما يحصل يعني من بناتنا يشرحون هذا الشرح الوافي وأن هذه الإمكانيات الموجودة في هذه الجبال، وطبعا هذه الناس يمرون عليها مر الكرام ما يعرفون شو فيها. الآن بنتي مثلا كل حجر موجود تعلق عليه استخر يعني. أنا سألت يعني كم أخذت هذه في عملية الدرس عشان تحفظ هذه الأشياء؟ قالوا شهر ونص. فأنا يعني تعجبت من شيئين، يعني قوة الذكاء والتحصيل وقوة المعلم الذي استطاع أن يشرح هذا يضعه في هذه الأنفس الطيبة. ولذلك نحن ندعو الجميع أن يأتون إلى هنا ويعرفون يعني تكوين الحياة من بدايتها من ملايين السنين،
وهو مكان للعلم للمعرفة وللنزهة. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وإلى مشروع آخر إن شاء الله يكون يعني بعد كذلك مدرسة للتعليم إن شاء الله. وتعد الحديقة الجيولوجية في بحيص مشروعا رائدا في مجال السياحة البيئية، يهدف إلى تعريف الزوار بتاريخ شارقة الجيولوجي وأهمية الجبل والمناطق الأثرية المحيطة به. وتتميز الحديقة بموقعها الأثري الهام الغني بالبقايا المتحجرة العديدة من الكائنات البحرية القديمة التي استوطنت بحارا ضحلة كانت تغمر معظم اليابسة في الدولة حتى فترة قريبة من المنظور الجيولوجي. وتحتضن الحديقة أيضا دلائل تاريخية حول كيفية تشكل الطبيعة المحلية. كما تحوي الحديقة أيضا مواقع أثرية اكتشفت فيها مدافن تعود للعصر البرونزي لتروي قصة استيطان البشر القدماء لهذه المنطقة قبل آلاف السنين. الجدير بالذكر أن العلماء يتوافدون من شتى أنحاء العالم لدراسة أهمية الصخور الشارقة التاريخية والجيولوجية واستقراء ما تكشفه هذه الصخور من خبايا حول الظواهر الجيولوجية التي شهدتها الكرة الأرضية وما تزال تشهدها حتى يومنا هذا.